بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتجلي برحمته على عباده القريب من أهل محبته ووداده غافل الذنب لمن تاب واستغفر من ذنبه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبد الله ورسوله سيد المستغفرين الصائمين القائمين الراكعين الساجدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحابه. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسراناً مبيناً. عباد الله المؤمنين، يقول ربنا جل وعلا في محكم كتابه وألذ خطابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. معاشر المؤمنين والمؤمنات، عيدكم مبارك سعيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخل هذا العيد علينا وعلى المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العيد بشير خير وبركة
على الأمة الإسلامية، وأن يجعله نذير وبال وحسرة على أعداء هذه الأمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأفاضل، إن يومكم هذا من أشرف الأيام، أوجب الله فيه الفطر كما حرم فيه الصيام. يباهي الله بكم ملائكته الكرام، ويعتق الله فيه بعدد ما أعتق في شهر رمضان زيادة من الفضل والإكرام. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند يدخل البهجة إلى الأرواح والبسمة إلى الوجوه والشفاه. كأنما العيد فرصة لكل مسلم ليتطهر من ضرر الأخطاء، فلا يبقى في قلبه إلا رياض الألفة ونور الإيمان، لتشرق الدنيا من حوله كاقتراب من إخوانه ومحبيه ومعارفه وأقاربه وجيرانه. إن نفق المسلمين في يوم العيد وقد باعدت بينهما الخلافات أو قعدت فيهما الحجازات، فأعظمهما أجرا البادئ أخاه بالسلام. فلنحترم عباد الله المؤمنين هذه المناسبة الطيبة لتصفية القلوب وإزالة الشوائب، ونتذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، رواه الشيخان. واستمع في نوم اختمومنا إلى حديث تقشعر منه الجلود. قال صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود وصححه الألباني. ألم تتقوا الله أيها المؤمنون المتبغضون، وسارعوا إلى إصلاح ذات بينكم، وكونوا عونا لأنفسكم وإخوانكم على الشيطان، ولا تكونوا عونا للشيطان على أنفسكم وإخوانكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة الأفاضل، وإن من أعظم التشاحن والتذمر أن يعق الولد أو البنت والديه أو أحدهما، فذلك ذنب عظيم. لعن الله تبارك وتعالى فاعله في القرآن الكريم. قال تعالى: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما قال تعالى: سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض الله مع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع سائر الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار من المهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واشكرنا يا مولانا في كريم زمرتهم، ولا تخرج الله مع نهجهم القريب وصراطهم المستقيم، ولا عما جاءوا به اكرم من السماء يا خير الامور. وانصر اللهم جلاله الملك محمد السادس نصر العزيزه العثمانيين، وتجمع به كلمه الاسلام والمسلمين. اللهم اكبر الخير وعلي عليه، اللهم اهدي الحق حقا وعلي على اتباعه، وأن يباطل باطلا وعلي على اجتهاده. اللهم كن له وليا نصيرا ومعينا ظهيرا وعاصما مجيرا. اللهم بارك ولي ابي سوى الامير ولي الحسن، وشد عصا جلالته بشطرك الرشيد ولي الرشيد، وسائر الامراء الاميرات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. وارحم اللهم الملكين الجليلين ومولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس.